جورج حبايقة اليوم صاروا 18 سنة بباريس. خبرنا أكثر عن هذه الكوليكسيون، كانت كتير فيها هواء، كان كتير فيها ورود حلوة، كان في أكسسوارز كتير مهمين خاصة بالكفوف يلي هن مرصعين كانوا بالشواروفسكي. خبرنا أكثر عن هذه المجموعة. علي هذه الكوليكشن بتحكي مزبوط معك عن شيء كتير برجوازي، يعني كل شيء برجوازي تقريبا صار بإيبوك كتير قديمة، هي بعهد ماري أنتوانيت بفرساي. فهالقصر زرته مرة وعلقت، صرت زايره يمكن شي 6-7 مرات، فلأن كل مرة كل زيارة عمرو عليها عم بتعرف على أشياء بصراحة الإنسان ما بيشوفها أو ما بيقريها بالكتاب، بس بيشوفها قدامه وبتوحي له بكتير أشياء. فأكيد أنا أعطيتها طابع شوي مودرن، حطيت هدول الكلافز اللي هن مرصعين بالشاروفسكي مع الساك اللي هي بتعني عن إذا بتتذكر أكيد هاد بيضة اللي بيهدوها كانوا الملوك لبعضهم تقريبا. لاحظنا كمان للمرة الثانية سيدي برونا توب مودل عم بتكون هي الفيس أوف لجورج حبيقة، هل هالشي عم بيكون عن قصد؟ نوعا ما اكيد، يعني عم حب انه يكون بلش يكون عندي فيسز انه يكونوا دائما يشتغلوا مع الميزون تبعنا. العروس كانت مميزه، اخذت كثير تزقيف بالصاله واخذت اهتمام الصحافه، وخاصه بطرحتها ديجرادي بالشواروفسكي من فوق لتحت. خبرنا عن هذا اللون، لون البيج الذهبي او الشامبان بليز. اول شيء علي انت كثير بتحب الشواروفسكي بعرفك، هلا لك الطرحه. لا عن جد حبيت هالفستان يكون، مع انه منه كتير كبير يعني انه منه كتير هيوج، بس كان حامل معه مثل قصه حب من فرساي. بتعرف وقتها كانت هالقصص الحب تتداول بين الجنينات وبين اروقه فرساي، وخصوصا اخذته من الجاليري دي جلاس. يعني اذا تفوت على الجاليري دي جلاس بقصر فرساي، فاول شيء بتنبهر بهالمنظر، وحاولت قد ما فيني اعمل هيدي الطله اللي ممكن يعني تخلي العينين هيك يضووا يعني ليشوفوا الفستان. بدي انهي حديثي بسكوب، شو عندك تحضيرات؟ شو في بعد الهوت كوتور؟ نحن قلنا فتره عم نجهز بريتا بورتي وعم نعمل صالونات بباريس وبالشوروم تبعنا، فاملنا اكيد انه ان شاء الله بالمستقبل يكون عندنا اكيد الشو تبع البريتا بورتي اذا الله رضي.